من ضمن المنازل اللي كانت قايلة للسقوط إلى أن تدخلت مؤسسة حياة كريمة وقامت بإعادة إعماره مرة تانية هو المنزل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. أتعرف على حضرتك. نغلاء فتح، أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله. كله تمام؟ كويس. مبروك الحمد. مبروك على البيت. الله يبارك فيك. أحكي لنا إيه اللي حصل. أنا قبل كل حاجة بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو عامله معانا صراحة، ومبادرة حياة كريمة اللي هو مقدمها لنا صراحة. مش عارفة أشكره بإيه والله. إحنا كان البيت الأول كان بالأولك بالطوب الأحمر كده، ده مكش من غير تخفيق ولا تبليط ولا أي حاجة. هما المبادرة خشت علينا والشتاء نزل علينا من أصلة، يعني خشت علينا والشتاء نازل، شافت الأمر على الواقع فخشت ما شاء الله بلاته وغفقته وشطه وبلطت لنا وركبت لنا سقف، وزي ما انتم شايفين كده البيت بقى حاجة تانية. أنا ما كنتش متوقعة إن بيتي يبقى كده ما شاء الله، يعني ما كناش مصدقين. ده حاجة مش في اللي كنا مش ما كناش متخيلينها اصلا. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اعبر عن فرحتي بالبيت. الاول ما كانش الاول ما كان يعني ما كنتيش مرتاحه على نفسك وعلى اولادك. انا كنت بخاف على اولادي، كانت الاولاد وهم نايمين بخاف لا يدخل عليهم حاجه، تعابين عقارب، بخاف لا يدخل عليهم حاجات زي كده. كان بيدخل علينا فران اي حاجه تتوقعيها. البيت من كان الباب بصي هي لو اتزق كده بيقوم مفتوح علينا. انا معايا بنتين كنت بخاف. انت تواصلتي مع حياه كريمه ولا هم اللي شافوا المنظر ده وشافوا الموضوع ده لا والله انا كنت بشتغل، انا كنت داده في حضانه، رنوا عليا الجيران قالوا لي تعالي في ناس بتصور عندك في البيت. والله الشهاده يعني هم لوحدهم اللي لما شافوا ان البيت خلاص هيقع وان هو مش امان خالص ليكي وغير ادمي ليكي ولعيالك، فهم اللي تدخلوا من نفسه. انا كنت في الشغل، جيران رنت عليا ما عمركم تليفوني، رنوا عليا في الحضانه قالوا لي في ناس بتصور عندك البيت تعالي. مبسوطه بالتغيير ده وباللي حصل مبسوطه؟ طبعا مبسوطه صراحه. من ساعه ما الرئيس مسك مصر وبقينا حاجه تانية. ربنا ينصره على اعدائه يا رب، ربنا يخليه وينصر على مين يعدي يا رب. اسمك ايه يا حلوه؟ رب العالمين. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا لسه بحضانة؟ لسه كانت اسمك ايه؟ اخبارك ايه؟ لسه شويه رفايده. ايه الاسم الحلو ده؟ اسمك رفايده. ايه الاسم الحلو ده؟ تعرف تتكلم ولا لسه؟ عندك كم سنه؟ لا لسه شويه ربنا يخلي لك. عندك رفايده ولا في حد تاني؟ لا معايا ولد وبنت كبار. الواد في ثالثه اعدادي والبنت في اولى اعدادي. انت عارفه بقى العلام والمصاريف وكده. معايا ثلاث اولاد وجوزي كان تعبان ربو صدر ما بيقدرش يشتغل في حاجه فيها تدخين ولا فيها عفره ولا كده. كنا على قدنا، حياه بقى عيشه بسيطه خالص على قدنا. الحمد لله اما المبادره دي خشت ما شاء الله شافوا البيت. انا بقول لك والله ما كنت في البيت، انا لقيتهم اللي خشوا على البيت ما شاء الله. يعني زي ما انت شايفه كده احنا ما كناش مصدقين، ما كناش متوقعين ان البيت يبقى بالحلاوه والجمال دي. انا ما كنتش حاجه مش في الحلم. من بعد الطين ما فيش تخفيق ولا في ميه ولا في اي حاجه يخشوا عليه تلاقيه بيتك كده. الصراحة يعني أنا بشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي عمله معانا، وربنا ينصره على مين يعدي هو وجيشنا وشرطتنا يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين ويخلي لك أولادك. نفسك في أي حاجة؟ لا الحمد لله يعني كده تمام. مش بقى كنتش بتمنى حاجة من ربنا قد ما اللي هو اداهولي دي الحمد لله رضا قوي. أنا الحمد لله الشتاء خلاص هو على يعني دخل علينا خلاص. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت في الشتاء دي كنت بخاف، كان لما يجي يقولوا الشتاء دخل الناس تفرح. أنا كنت بخاف أقول السقف هينزل علينا، السقف هينزل علينا. ما فيش يعني المية المطر بتنزل علينا والسقف. بقيت أقولها والله بقيت أدعي وأقول يا رب عدي الأيام الشتاء ده على خير. بقيت أترعب. ممكن كنت بروح ابات عند اختي عند حد من القرايب عشان ما باتش في الدار وهي كده. يعني لما الدنيا كانت تشتي علشان اخد عشان الاولاد ما تخافش وانا برضك ما اخافش من البيت، بقيت اخد الاولاد واروح ابات عند حد من القرايب.
انا شايفه برضو يعني جرانكو او الحته اللي انتم موجودين فيها في بيوت كتيره جدا يعني اعادوا اعمارها مره تانية كانت برضو هتقع، يعني مش بيتك انت بس، لا في بيت جيرانك كمان. اه في بيوت كتيره، انا معايا في نفس الشارع اللي انا فيه سبع بيوت غيري، سبع بيوت غيري في نفس الشارع اللي انا فيه ده في شارع واحد، ما شاء الله يعني عادوا الاعمار لبيوت كتيره. طبعا مش... اعاده الاعمار للبيوت هي تقريبا في كل حته في محافظه الغربيه او بشكل عام في كافه المحافظات، ولكن احنا هنا عشان موجودين في محافظه الغربيه على قد ما نقدر بنحاول ناخد ونسمع اراء المواطنين ونشوف كمان يعني ايه اللي حصل وايه اللي تم، ونشوف بعنينا على ارض الواقع ايه الانجاز اللي حصل. انا بشكرك جدا على وجودك معنا. الله يخليكي، الله يخليكي، والف شكر. الشكر صحيح للسيادة الرئيس، الشكر يرجع للسيادة الرئيس بعد اللي هو عمله معانا ده، مفيش بصي اقول لك مفيش كلام بعد كده صراحه، يعني اللي الرئيس عمله معانا والمبادره اللي هو نزلها حياه كريمه انقذت المصريين صراحه يعني.